اهلا بيكم مره تانيه. والستات ما يعرفوش يكذبوا. مكملين النهارده مع صعوبات التعلم. المشكله دي كتير بتبقى محل مخاوف وقلق الامهات، وامهات كتير بتفسر اي تصرف لطفلها على انها دلاله على صعوبات التعلم. يعني لو الطفل اتاخر شويه مثلا عن المشي، او لو الطفل اتاخر شويه في الكلام حتى في سن متقدمه شويه، لو الطفل مل مثلا المذاكره أو مش عاوز يقعد الوقت الكافي، ممكن الأم تفسر ده على إنه علامة من علامات مشكلة عند الطفل. عشان كده النهاردة سؤالنا الأساسي هيكون إزاي نفرق بين صعوبات التعلم وبين أي تشخيص تاني. وإحنا كمان هنبقى لايف على الفيسبوك، فياريت تدونا أسئلتكم. وضيفتنا النهاردة الدكتورة منة بدوي، استشاري الصحة النفسية وعلوم ذوي الإعاقة. بنرحب بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور منى. اهلا. زي ما مها قالت في المقدمه، ازاي اعرف ان ابني عنده صعوبات تعلم او مشكله تانية اخرى؟ وقد نظن ان هو الراجل ده بقى، انا بسمع كده في التلفزيون بيقولوا صعوبات تعلم، يبقى هو كده. ايه العلامات بالظبط؟ طيب خليني الاول اقول للساده المشاهدين يعني ايه صعوبات تعلم. أيوة. نبدا نفهم يعني ايه الكلمه دي، ايه معناها. صعوبات التعلم هي عدم قدره الطفل على اكتساب او تعلم اي مهاره جديده بطريقه متعارف عليها. يعني يجي مثلا اقول لطفل مثلا دي بطه، فخلاص هو عارف ان دي البطه او دي صوره البطه او دي قطه او ده كلب، خلاص بيكتسب المهاره وبيبدا ان هو خلاص عالجها في مخه صح وبدا ان هو يكتسبها. اما طفل صعوبات التعلم بيبقى محتاج طريقه مختلفه لتعلم ان ده كلب ودي قطه، بتدخليها بكذا حاسه، ان هو يسمع صوتها، ان هو يبدا ان هو يقرب منها، ان هو يشوف الصوره بتاعتها. طفل صعوبات التعلم بيبقى محتاج طريقه مختلفه غير اي طفل. ازاي اعرف ان ابني عنده صعوبات تعلم؟ وبنبه ان هي مش حاجه واحده بس. يعني أيوة. مثلا الاعراض اللي انا هقولها دي كلها، في امهات تاخد عرض واحد تبدا انها تقلق. ايوه يا نهار ابيض، انا كده ابني عنده صعوبات تعلم. لا، هي لازم الاعراض كلها تبقى متواجده في الطفل عشان اقدر اقول ان الطفل ده عنده صعوبات تعلم. اول حاجه بتلاقي ان الطفل ده مش بيتعلم زي باقي الاطفال. يعني مثلا يجي مثلا عن سن 3 سنين اولادنا بيبداوا ينزلوا الحضانه، يبداوا ان احنا بنلاقي ان هو بدا يعرف يفرق ما بين الالوان، ده احمر ده اصفر ده اخضر. تلاقي الطفل ده مش عارف يفرق بين الالوان من سن 3 سنين مثلا. ايوه. بيرجعوا لنا مثلا من النيرسري حافظين اغنيه، حافظين اغاني الكريسماس الجديده، حافظ قران كريم، حافظ كمان السونج بتاعه الاي بي سي. ابنك بيرجع مش لاقط الاغاني دي. حتى كمان تلاقيه قاعد عمال يعمل بيحاول يجيب لك الاطار اللحني بتاع الاغنيه، بس مش عارف يجيب لك الكلمات اللي هي كانت بتتقال. تالت حاجه بتلاقي عنده مشكله في التناسق ما بين الحركه وما بين التركيز. يعني مثلا تعلميه مثلا ان هو يربط الكوتش بتاعه في سن كبير شويه، مش قادر يعمل ده، مش قادر يوظف ده صح. تلاقيه كمان عنده في السن الاكبر، نبدا بقى في جريد 4 في رابعه ابتدائي، يبدا ان هو ينقل من على البورد زي ما كان بيتقال لنا زمان انت خطك نازل يشرب من على السطر. تلاقي ان هو بينقل من على البورد وبينزل تحت في الكابي بوك في الكراسه بتاعته، بيكتب تحت خالص مش مركز فين السطر اللي واقف عنده، بيلاقي صعوبه في النقل من على السبوره في الكراسه بتاعته. كمان تلاقيه عنده حاجه اسمها، ودي اكتر حاجه بتوضح ان الطفل ده عنده صعوبات تعلم، ودي نحط تحتيها 40 خط، عنده حاجه اسمها ايمج ميرور، بيشوف الطريقه معكوسه. زي يعني اللي هي الديسلكسيا كده. ايوه بالظبط. لا الديسلكسيا اللي هي صعوبات كمان في القراءه، لا هي كمان دي حاجه تانية، اللي هي مثلا يكتب لك مثلا كلمه بدل بوك تلاقيه ظهرت على طول. ايوه بالظبط كده، في الدي تلاقيها عاملها لك دي بدل البي، دي اشهر حرفين. تلاقي على طول الشكوى، بيعمل على طول يا دكتور البي بدلها دي والدي بدلها بي. بيكتبها بطريقه كانه شايفها في مرايه. دي برضو بتبين لك ان الطفل عنده معالجه البصريه عنده بطريقه مختلفه. كمان بيلاحظ كمان بيكتب لك الكلمه ناقصه، بدل ما يكتب لك كلمه كتاب تلاقيه كاتبها لك كاب. بدل كلمه شمس تلاقيه كاتبها لك شين سين. وتلاقيه سقط خالص. بتلاحظي في فروق كتيره جدا في كتاباته وطريقه خط، تلاقي فوضى على طول في الكشكول بتاعه، شخبيط كتير مشخبط والكلام. كمان في نقطه مهمه قوي عايزه اقولها للساده المشاهدين، ودي اللي بتوضح فعلا ان الطفل ده بيعاني من صعوبات التعلم. تلاقي مثلا زي مثلا كلمه شمس، تلاقي كتب لك الشين صغيره قد كده، الشين والميم والسين كبار في اخر اللاين، والعكس الشين كبيره والميم والسين مثلا صغيرين جدا 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 جدا. طيب انا عايزه بس اوضح للناس اللي بتشوفنا انه احنا عندنا فرق ما بين صعوبات التعلم وبطء التعلم. في معدلات الذكاء، معدل ذكاء بطيء التعلم حاجه، واللي عنده صعوبات تعلم معدل الذكاء بتاعه في حته تانية يمكن يكون عالي جدا واحنا مش واخدين بالنا. سؤال حلو جدا. طيب صعوبات التعلم هتلاقيها دايما ابنك، بتلاحظي ان احنا عايزين نطمن عليه، وبدا دلوقتي يظهر ان الام بتبقى عايزه تطمن على الطفل، تبدا انها تعمل له اختبار الاي كيو،
اللي هو بيقيس القدرات العقليه للطفل، تمام، اختبار الذكاء. فبتبدا بتروح بتلاقي ان طفلها جايب من مثلا من 90 فيما فوق، ده متوسط لعالي لفئه موهوبين. وتلاقي ان الطفل ده ممكن عادي صعوبات تعلم، يعني الدرجه بتاعت صعوبات التعلم من اول 90 فيما فوق. اما من اول خط 70 او 75 لحد 84 هنا ده بطء تعلم. الطفل ده ممكن يعاني من بطء تعلم، غير بقى تاخر في الدراسي ده بيكون مصاحب للازمات تانية. يعني زي مثلا ممكن الطفل يبقى عندنا توحد، ممكن يبقى داون سيندروم، يبقى عندنا اي متلازمه تاني مش صعوبات تعلم بس، انما صعوبات تعلم بس هي من متوسط لعالي. يعني ابنك طبيعي جدا. الاي دي اتش دي بنحطه صعوبات تعلم ولا بطء تعلم؟ سؤال هايل. الاي دي اتش دي بيتصنف برضو صعوبات تعلم. ليه؟ لان هو عنده مشكله في الانتباه والتركيز، فما بيقعدش ان هو يقدر يذاكر او ان هو يبدا يكتسب منك المعلومه الاخيره، لانه بيتحرك كتير. ممكن يكون ذكائه طبيعي جدا وهايل وكمان فئه موهوبين، بس يندرج تحت فئه صعوبات التعلم. عنده فرط حركه، ملهاش علاقه خالص صعوبات التعلم بمستوى ذكاء طفلك. اوكي، ملهاش علاقه.